بالامس، جمعه وراء الجمعه، واليوم وراء اليوم، والشهر وراء الشهر. ثم فحياه رتم الحياه صار اسرع، ولكن الايام هي الايام، ال24 ساعه هي ال24 ساعه، الشهر 30 يوم 30 يوم، السنه 360 او 365 يوم زي ما هي. لكن القضيه في الكم، كم الايام ولا ايجاد البركه ونزعها؟ وجود البركه في الايام تجعل الساعه تعمل فيها اللي ما تصنعه في يوم كامل، ولما تنزع البركه لا ترى انك قد صنعت شيئا، والناس ورا بعض سبحان الله، تصبح الصباح عامل انت زي الايه، الترس الذي داخل الاله. ثم بعد علامات الساعه الصغرى تقريبا ظهرت كلها، يعني بقي منها هذا الصراع الذي بين المسلمين وبني اسرائيل، بقي منها هدم الكعبة، ان يأتي رجل من الحبشة يسمى ذو السويقتين يهدمها حجرا حجرا ولا يقاومه احد، والناس سبحان الله بس ايه متعلقة بالاشكال، تأتي للصلاة، تسمع الجمعة، تسمع عن الظلم، واول المظلومين والمظلومات الذين من حولك، قووا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، اللهم جنبنا النار وادخلنا الجنة يا رب العالمين. لمحة سريعة من باب التذكير عن علامات الساعة الكبرى عشان نستعد، وكده انا الله اعلم قد يعني ربما لا القاكم بعد يومي هذا، الله اذا لقيناكم واحنا موجودين نتكلم، ما لقيناكوش يعني نسأل الله ان يعني يجمعني واياكم على حوض الكوثر في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظل يا رب. علامات الساعة الكبرى خطورتها ان يغلق باب التوبة، فانت الان عايز ترجع حق الانسان الله يرضى عنك اسرع، لا تبيت اليوم، اليوم شو اليوم الجمعة، لا تجعل السبت يطلع عليك الا وقد رتبت امورك باعادة الحقوق، معنوي مادي، تكتب هذا في الوصية، تعلم زوجتك، تعلم اهلك، عيالك، لابد، لان انا هخرج من الدنيا، ولما اخرج من الدنيا انزل وحيدا في قبري، ما معيش حد، لا محامي ولا صحفي يكتب عني ولا فضائية تقعد تكذب على الناس فيها، مفيش الكلام ده، ده تنزل كده وحيدا فريدا، مفيش الا انت فقط، عملك يدخل عليك، رجل ذو وجه صالح، من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير، يقول انا عملك الصالح انا جليسك حتى تقوم الساعة، انا اقعد اسليك عشان انت كنت ايه بتتسلى بي في الدنيا، ذكر وطاعة ورضا واخلاص حسن خلق. والثاني يدخل عليه رجل كئيب المنظر، من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الشر، يقول انا عملك السيء انا جليسك حتى تقوم الساعة، يقول يا رب لا تعجل بالساعة لا تعجل بالساعة. سيدنا عثمان يقول القبر اول منزل من منازل الاخرة، فان كان يسيرا فما بعده ايسر، وان كان عسيرا فما بعده اشد. العلامات تبان من اولها، من ساعة واحنا نغسل المتوفى، والله الذي لا اله الا هو فيه ناس يكاد وانت تغسله، وقد رأيتها بعيني وانا اغسل بعض الناس، يكاد يعينك في غسله، واخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا، كان سيدنا علي وسيدنا الفضل، والما اردنا ان نغسل جانبه الايمن الا واعتدل لنا، في علامات تدل على الخير. فانت وانا منتظرين اما الساعة الصغرى اللي هي اذا مات العبد قامت قيامته، انت مش منتظر طلوع الشمس من الغرب يا اخوان، المصيبة يقول لك متى وكيف ويعني كيف نعيش، يا عمي الله يرضى عنك انت اذا مت الان قامت قيامتك، فمتى ساعتك وساعتي انا؟ عند ملك الموت ياخذ الروح خلاص، هي دي الساعة،
هل هنتظر؟ قولوا ننتظر بس لما اشوف الشمس كيف تطلع من الغرب، اصلا انا رجل فلكي وجيولوجي وانا عايز اعرف بس بالمقياس، وبتوع المريخ يطلعوا يقول تباطأ المريخ في دورته فطلعت عليه الشمس من الغرب، حقيقة علمية وسوف تفعل هذا مع الارض، هكذا يقول علماء ناسا معروف. بس المهم احنا لا منسنين ناسا ولا ناس، احنا نتكلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نناكر العلم، ولكن العلم لما يثبت حقيقة خير وبركة ليستيقن الذين امنوا. والله الذي لا اله الا هو نحن موقنون دون ان يقول لنا العلماء. الشمس تطلع من الغرب، تطلع من الغرب، تقعد سنة تقعد سنة، اقدروا لهذا اليوم قدرة. الحمد لله عندنا الساعات، المواظب على الصلاة يصلي. ثم تطل الدابة، تميم الداري الله يرضى عنه كان نصرانيا واسلم، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة حدث الصحابة عن علامات الساعة، حدثهم عن الدابة وعن المسيح الدجال. ثاني يوم وصل تميم الداري معلنا الاسلام، فقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة، قال يا رسول الله ابحرنا مع 30 من بني لخم قبيلة من القبائل، فارفأت السفينة الى جزيرة ليس عليها احد، فلما هبطنا وجدنا دابة اهلب. دابة اهلب يعني شعرها كثيف لا يدرى، لا يدري العبد، قال تميم هذا الكلام، لا يدري العبد رأسها من ذنبها، يا ترى فين الرأس فين الدين، هي كلها شعر في حجم الناقة او ما بين الحصان والناقة، هكذا قال. هذا الكلام اللي تميم يقوله كان قبلها ب 24 ساعة الرسول يقص على الصحابة، فانا احبيت ان تميم يقص عليكم ما رأى، يعني انا قصيت عليكم ايه غيب، وتميم هيقص عليكم ايه شهادة. اتوحد الله لا اله الا الله. المهم فهربنا منها، ظننا انها شيطان، العربي كان يقول ان الشياطين بيسكنوا والجن بيظهروا، كان يكلم المهم يعني والشعراء وشيطان الشعر والى اخره، فظننا انها شيطانة فهربنا منها فلحقتنا وتكلمت بلسان عربي مبين ان رجلا في هذا الكهف اليكم بالاشواق. اول ما تكلمت زادهم ايه خوفا، دابة وتتكلم. فدخلنا فرأينا رجلا عظيما خلقة جعد الشعر، يعني شعره ايه يعني مش مسترسل، يعني شعره خشن، عينه طافية كالعنبة زي ما الرسول وصف، مربوط بسلاسل الى حائط الكهف. قال من اين القوم؟ قلنا نحن من جزيرة العرب. قال من اين؟ قلنا من قريش. قال هل بعث نبي الاميين؟ قلنا نعم. قال من تبعه؟ قال كثير من الفقراء وقليل من، قلنا قليل كثير من الفقراء وقليل من الاغنياء. قال هل ما زال ارض بيسان تطرح تمرا ورطبا؟ ارض بيسان دي ارض مشهورة فيها نخل كثير. قالوا نعم. قال سوف يأتي يوم لم تطرح، وكيف عين زغر؟ عين من العيون اسمها عين زغر بئر، هل فيها ماء؟ قلنا نعم. قال سوف يغور ماؤها يوما، في يوم من الايام ما فيش ميه في عين زغر دي، كيف وكيف وكيف الى اسئله وهم يجيبوه. من انت؟ انا المسيح الدجال. قلت يا لطيف وانت ليه مربوط؟ قال لم يؤذن لي بالخروج بعد، ولن يسلط الله احدا عليه ليقتله. ممكن يقول لك طب واحد ايه يعني يقتله ونستريح من، ابدا لا يسلط عليه احد. المهم بعد الدابة ما تظهر تخرج او تدخل على الناس من باب الحرم، اول حركة لها في الحياة في الدنيا، معها عصا موسى
وخاتم سليمان. تلمس المؤمنة بخاتم سليمان فيظهر على وجهه نور وبهاء، وتخطم وجه الكافر والفاجر بعصا موسى فيخلح وجهه ويغبر، وتنتهي الأسماء والناس تنادي اللي وجهه مضيء بالإيمان يا مؤمن، واللي وجهه عليه غبرة يا فاجر يا كافر، فيش أسماء. يا الله، ما سرعتها يا رسول الله؟ قال حافرها تضعه عند آخر بصرها، يعني بصرها من هنا من دبي إلى البحرين تضع قدمها بالبحرين، وبعدين إلى القاهرة إلى المغرب إلى أسبانيا هكذا، ثم يظهر الدخان، ثم يخرج المسيح الدجال ومعه فيما يدعي جنة ونار. ولذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قتل فيه 9 من الصحابة غدرا، والرسول كان في حالة حزن شديد، والناس القبيلة العربية المجرمة دي قالت له يا رسول الله ادعوا الإسلام أرسل معنا من يعلمنا القرآن، فاختار 9 من أفاضل الصحابة، فجاء عند البئر بعد ما خرج النبي وقتلوا 9. الرسول لما بلغوا الخبر كان في منتهى الأسى، فالأعرابي يريد مقابلته والصحابة يمنعون الأعرابي، فرفع صوته فأسكته عمر. قال يا أعرابي، يعني أعرابي وجامد ولا يفهم لا في البروتوكول ولا في الإتيكيت، عمر قال له إن الرسول اليوم حزين على اللي قتلوا من أصحابه، فاذهب اليوم وعود غدا. قال والذي بعثه بالحق نبيا لن أدعه حتى يبتسم. عمر كان يدخلوه. قال يا رسول الله سمعتك في الخطبة تقول إن المسيح الدجال معه جنة ونار، ومعه طعام وثريد، كل معاه خيرات، والأرض ليس فيها طعام، لا ضرع البهيمة فيه، حتى إن المسيح الدجال يقول يا ضرع البقرة أو الناقة امتلئي لبنا يمتلئ، اخلص يا ضرع يخلص، يا سماء أمطري ماء تنزل المطر، يا أرض أنبتي الأرض إيه تنبت. سبحان الله، يقول أنا ربكم. المؤمن يرى على جبهتي كافر ويقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا بأنك المسيح الدجال، وأن الله أنت أعور، والله ليس كمثله شيء. فقال الأعرابي يا رسول الله عندما يكون المسيح معه الأكل والشرب والطعام والشراب والخير وأنا ما فيش، أفلا أدعي أنني آمنت به فأضرب يدي في ثريده حتى تشبع بطني ثم أعود لأكفر به مرة أخرى؟ سبحان الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما تضحكون وقال بل يغنيك الله من فضله. قال كيف؟ العربي عايز يخدم سر المفتاح. قال طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يلهمون به كما يلهم النفس، زي الايه الشهيق والايه والزفير، نصير ملائكيين. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. اللهم إن ظهرت علامات الساعة ونحن على قيد الحياة فثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتوفنا مع الصالحين واحشرنا في زمرة الموحدين يا رب العالمين. يعيث فسادا يمينا وشمالا، لكن يمنع من دخول مكة، يمنع من دخول المدينة، تطرده الملائكة على أبواب المدينة، يأتي على باب بيت المقدس أبواب بيت المقدس فيطرد، تطرده الملائكة. فهنا يلجأ المؤمنين للدعاء، يلجأ المؤمنون إلى الدعاء، فينزل عيسى عليه السلام عند المنارة الشرقية بجوار المسجد الأموي الحالي. اللهم أمن سوريا يا رب، وأمن العراق، وأمن لبنان، وأمن السودان، وأمن الخليج، وأمن مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والأقليات الإسلامية وكل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. ينزل سيدنا عيسى عليه مهرودان يعني ثوبين، إذا طأطأ قطر من جبينه حبات كحبات الجمان، زي حبات الفضة، عرقه فضة، لون الفضة، وإذا علا أو رفع علاه البهاء، رائحة زكية،
ويبحث عن المسيح حتى يقابله على باب اللد، مدينة اللد في فلسطين. اللهم حررها يا رب ان شاء الله. سبحان. فاول ما المسيح او المسيح الدجال هذا، على انه ممسوح العين، يعني عينه طافية كان عينه، والعين الثانية ممسوحة والعياذ بالله ملتصقة بالوجه، شكله يعني مرعب. فينماث كما ينماث الملح في الماء، ينماث يعني يذوب. ولا تحتمل انف المسيح الدجال رائحة عيسى الزكية، زي المجرمين العلمانيين العرب لما يكرهون ويكرهوا الاسلام ويكرهوا الدين ويكرهوا العلماء ويكرهوا من يقول لا اله الا الله، عندهم جيفة الحمار المنتنة احب اليهم من الشيخ عمر ومحبيه، هكذا هم لا يريدون خيرا في الارض من المشرق للمغرب. هذا اللي كسبناه من الخمسينات. المهم ينماث كما ينماث الملح يذوب. ثم يدخل عيسى الى المساجد، يكون المؤمنين في حالة جهد من المعاناة، الدخان ومن الدابة وسبحان الشمس ومن المسيخ، فيمسح على رؤوسهم بيده الشريفة. ثم تأتي صلاة العصر، فيقدم الإمام المسيح ليصلي، يقول لا والله إنما جئت تابعا لأخي محمد. شوف العظمة، يصلي متواضعا خلف إمام المسلمين. ثم يوحي الله له إنني أرسلت قوما لا يدان أحد بقتالهم، حرج بعبادي جانب الطور، خذ بقية المؤمنين وروح جبل الطور في صحراء سيناء. ليه؟ لأن يأجوج ومأجوج سوف إيه يكتسحون الأرض فسادا، وهم من كل حدب ينسلون. سيدنا عيسى في جبل الطور يجلس للدعاء وقيام الليل مع الصالحين المؤمنين البقية الباقية عشان ربنا يخلصهم من هذا الهم وهذا الغم. وبعدين تصاب يأجوج ومأجوج بالنغف في رقاب زي ديدان أو حشرات، فيصبحون فرثة، غرثة يعني أموات، وتملأ الأرض أو يملأ الأرض نتنهم وزهمهم رائحتهم السيئة. فيرسل الله عز وجل طيور لها أعناق أعناق البخت زي إيه رقبة الإيه الجمل، فترفع جثثهم وترميهم في البحر. ثم يقول الله عز وجل للأرض بعدما تمطر السماء تغسل